يقول لك يا كل حمراء في شفاحيد عصرة في روسها الحنشان وكار الصقور حيي بلسرة وكرميهم يا القرى ومن عصى منهم شعابش له قبور. قلنا والنبي لو يجف الماء من البحر الأحمر أو يجف في المحيط الأطلسي والبحار ما دخل عندنا حوثي إلى أرض حمر أو يحاول الدنسة ويرفع شعاره دام في اليد أبو شرشور جاهز معمر يجبر الخصم ذي قازي على الإنكسارة والعيارات ذي تمسي عليهم تنهجر ذي عليها النشامة كبدتهم خسارة. صوت الاثناش يتجاوب مع صوت أبو جر لقد الكرد سبل فوقهم من شرارة عاد لا صاحب الهوزر دهنها وذخر روحت فوقهم ذي وقعها مثل غارة تلقى شل العدو محروق ولا من عثر ويله الويل والله من دخل في غبارة والنبي ما حكمنا عبطهر الأغبر برده بقوة غصب لا واستغارة. يا جبل من دونها سوم ونركم والنشامة ذي تذل الغريم قوم لجل الدين ذي ترخص الدم والشرف والعرض يبقى سليم. قوم لجل الدين ذي ترخص الدم والشرف والعرض يبقى سليم الجبل من دونه السم والارقم والنشام لجذل الغليم قوم لجل الدين ذي ترخص الدم والشرف والعرض يبقى